سيدة أودري أزولاي مديرة عامة لليونسكو لممورية ثانية من 4 سنوات وبدون منافس من الدول الأعضاء في المنظمة، وأن تجهز هذه الفرصة باسم المجموعة العربية هنا لأتقدم باسم الاعتبار من المجموعة العربية في اليونسكو بكامل التهنئة للسيدة أودري أزولاي على هذه الثقة التي تمت منحها لها من جديد، لتواصل مسيرتها التي بدأتها أول مرة على مشارف عتبات أخرى. لا شك أنها ستكون أكثر إشراقا وأوسع آفاقا في المستقبل. وتأمل المجموعة العربية التركيز على تنفيذ الاستراتيجية المتوسطة الأجل بكفاءة والشفافية ونتائج ملموسة على أرض الواقع واستدادها للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة. إن هذا الإجماع شبه التام على اختيار سيدة الثقافة والتربية والعلوم أودري أزولاي لتجتاز بناء مرحلة قادمة في مسار اليونسكو وفي مقدمته المجموعة العربية ككل، ليس وليد الصدفة أبدا، بل هو بوضوح وعمق تقدير عالمي فذل الكفاءة ومعايير الحكامة الرشيدة ومؤهلات امرأة طموحة ذات أهداف إنسانية كبرى تستحق منا كل التشجيع والدعم والمؤازرة. وكم هو من حسن الطالع أن يأتي هذا المنعطف الهام اليوم في أكناف الاحتفالات المخلدة للذكرى 75 لتأسيس منظمة اليونسكو، وفي محفل دولي بهيج بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات في العالم. ولقد جرت كل الفعاليات المخلدة لهذه الذكرى العزيزة بصفة منظمة محكمة تعكس أجواء الثقة المتبادلة وروح الانسجام والتعاون البناء بيننا جميعا من أجل استشراف المزيد من النجاح والإنجاز الملموس. إن المجموعة العربية تساند توجهات المديرة العامة لتشجيع تعليم والعلوم والحرية ومساندة إفريقيا. إن منظمتنا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لإفشاء السلام وصلة الأرحام بين كل بني آدم على حد سواء باختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم، استطاعت من ضمن مهام أخرى عديدة أن تواجه التحديات والصعوبات، خصوصا في وجه جائحة كوفيد-19 العالمية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس نفسيا واجتماعيا وزعزعت أركان المنظومة الصحية الدولية، مخلفة بذلك تداعيات خطيرة على أكثر من صعيد. وهو ما يجعلنا في المجموعة العربية أكثر من غيرنا نتطلع أن تعزز اليونسكو من نشاطاتها ومبادراتها حفظا للسلام وصونا للموروث الثقافي المشترك للبشرية، خصوصا في الأراضي العربية المحتلة، حيث مدينة القدس الشريف في فلسطين بكل ما ترمز إليه من قيم التسامح والتمسك التاريخي بجماليات الإنسان والزمان والمكان عبر القرون. وهو ما يجعلني اليوم باسم المجموعة العربية أطالب بالمزيد من المساعدة من طرف اليونسكو من أجل حماية الساكنة من الإبعاد والتهجير القسري الذي تتعرض له من القوات الإسرائيلية. وبإمكان المبعوث الخاص للسلام السيد فوست ويتكر أن يلعب دورا أساسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق تأمل المجموعة العربية أن تعمل المديرة العامة وبشكل فعال في تنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين المحتلة على جدول أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي، وتحديدا تنفيذ ولايتها في حفظ التراث الإنساني في مدينة القدس القديمة وأسوارها، من خلال إرسال بعثة الرصد التفاعلي وتعيين ممثل للمديرة العامة في المدينة. كما نؤكد هنا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية لجلالة الملك الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تلعب الدور الرئيسي في رعاية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وفي نفس السياق تثمن المجموعة العربية جهود جلالة الملك محمد السادس
رئيس لجنة القدس الرامية للحفاظ على الهوية العربية والطابع المميز للمدينة المقدسة كمدينة للتسامح. وأخيرا وليس آخرا، نوه بإطلاق المدير العام لمبادرتي إحياء روح الموصل ولبيروت. كما تشيد المجموعة بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثلة في 500 مليون دولار لصالح إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. وفي الأخير، لا يسعني أيها السادة والسيدات إلا التأكيد لكم من هذا المنبر المحترم على تطلع المجموعة العربية لتعزيز دور اليونسكو في دعم قدرات دولنا سعيا لتنفيذ برامجها الوطنية التي تلبي احتياجات المجتمعات العربية، سواء من خلال برامج تتخذ من مقر المنظمة في باريس أو في سياق الأنشطة التي تقوم بها المكاتب الميدانية المنظمة في المنطقة، والتي تشدد المجموعة على ضرورة تعزيز مواردنا البشرية فيها من الكفاءات المحلية التي تتحدث العربية وتستوعب ثقافتها. اسمحوا لي وأنا من بلاد المليون شاعر موريتانيا أن أستشهد هنا ببيت شهير لشاعر عربي مسلم معروف هو البوصيري، عرف بمدائحه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لكل الإنسانية، يقول: وإذا يسر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء. أرجو لكم السعادة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليستاسيو مدام لا ديريكتور جينيرال. شكرا جزيلا.